بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. صدق الله العلي العظيم. عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وداود بن كثير الرقي وأبو بصير وأبان بن تغلب على مولانا الصادق عليه السلام، فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطرف بلا جيب مقصر الكمين، وهو يبكي بكاء الوالهة الثكلى ذات الكبد الحرة، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغير في عارضيه وأبلى الدمع محجريه، وهو يقول: سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي، سيدي غيبتك أوصلت مصائبي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد بفناء الجمع والعدد، فما أحس بدمعة ترقأ من عيني وأنين يفشى من صدري. قال سدير: فاستطارت عقولنا ولها وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل، فظننا أنه سمت لمكروهه قارعة أو حلت به من الدهر بائقة، فقلنا: لا أبكى الله عينيك يا ابن خير الورى من أي حادثة تستذرف دمعتك وتستمطر عبرتك، وأية حالة حتمت عليك هذا المأتم. فزفر الصادق عليه السلام زفرة انتفخ منها جوفه واشتد منها خوفه، فقال: ويكم، إني نظرت صبيحة هذا اليوم في كتاب الجفر المشتمل على علم البلايا والمنايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي خص الله تقدس اسمه به محمدا والأئمة من بعده عليهم السلام، وتأملت فيه مولد قائمنا عليه السلام وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين من بعده في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينه وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم، التي قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني الولاية، فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان. إذا كان هذا حال إمامنا الصادق عليه السلام، فما حالنا نحن القاصرون والمقصرون بحق ولي أمرنا وإمام زماننا؟ يا صاحب الزمان، قطعت في وصلتك الخلان وهجرت لزيارتك الأوطان، وأخفيت أمري عن أهل البلدان لتكون شفيعا عند ربك وربي وإلى آبائك وموالي في حسن التوفيق لي وإسباغ النعمة علي وسوق الإحسان إلي. أستودعك الله أيها الإمام الذي تفوز به المؤمنون ويهلك على يديه الكافرون المكذبون. اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار وصعب علينا الانتصار. اللهم أرنا وجه وليك الميمون في حياتنا وبعد المنون. يا أيها الشمس التي خلف السحب فلتبزغي ولتكشفي كل الحجب، وصلي إمام زماننا قولي له عجل، فما للعاشقين سواك حب.